احنا الريفيجن عن المحاضرة اللي فاتت، احنا خدنا الأسبوع اللي فات الفول ويف كنترول ريكتيفاير، وبرضه بنتكلم في سنجل فيز، لحد دلوقتي ما دخلناش في النظام بتاع الثري فيز. فالفول ويف كنترول ريكتيفاير عندي دايرتين بتحقق حتة الفول ويف، عندي دايرتين بتحقق الفول ويف، السنتر تاب سيركت والبريدج، هما الاثنين نفس الاداء مع اختلاف انه هنا في 2 سيرستور في السنتر تاب، وهنا في 4 سيرستور في البريدج. تمام، ادي السنتر تاب، في عندك 2 سيرستور، واحد بيشتغل عند الفا والتاني بيشتغل عند الفا زائد باي، ثابتين. واحد بيخرج الفيو واحد، الفيو واحد اهي تمام، من الفا لباي دي ثابته، والتاني اللي هو سيرستور 2 ده بيخرج حاجه اسمها الفي 2. الفي 2 شكلها ايه؟ شكلها اهو اهو. يبقى عندك اثنين اريا، الاثنين اريا دول تمام زادوا عن هاف ويف، وبالتالي انت بتتعامل مع باور اعلى، مع باور مين اعلى؟ محمد صلاح. صلاح اقفل المايك يا صلاح. محمد صلاح، هنا الويفز اللي هي سيستر واحد مسؤول عن في واحد، وسيستر اثنين مسؤول عن في اثنين. احنا قلنا معلومه مهمه جدا الاسبوع اللي فات، ان كل اختلاف الفول ويف وكل مواضيع الفول ويف بتختلف عن بعضها في الاجزاء دي اللي هي دي. والجزء اللي هو بعد الاثنين باي ده ليه؟ عشان دايما في ال ما بعرفش مين بيفرغ من خلاله ال، فهنا ثابت سيستر واحد شغال هنا ومطلع في واحد، سيستر شغال هنا ومطلع في اثنين. دكتور عندي تمام، ولكن الاختلاف الفترات دكتور الصوت بيقطع دكتور. نعم اتفضل. الصوت بيقطع دكتور، هو ده إيه؟ عندنا بس الصوت بيقطع، هو ده عندنا بس. لا هو الصوت بيقطع شويه. اه راح خالص يا دكتور، فاحنا ما سمعناش الحته اللي فاتت دي، معلش. لا لو حضرتك سامعني يعني لسه طبعا اتكلم. ماشي تمام. هقول تاني، حاضر كده كويس الصوت. طيب هو في مش بيقطع حته بسيطه كده بس في النص دلوقتي. في ديسكونتينيوتي في الصوت صح؟ اه بيبقى في تقطيعات بسيطه كده، وبعد كده شويه من شويه راح خالص، بعد كده رجع تاني يعني. اي فعلا في دروبات صغيره في الصوت شويه. هو عندك صوت برضه بقطع؟ عندنا دكتور صوت بقطع برضه؟ انت صوت عندك كويس عبد الرحمن. هو ممكن عشان عند حضرتك بس النت مش حلو، فهو سامع عبد الرحمن بيقطع كده كويس. طيب اه مظبوط كده كويس يا جماعه. مظبوط يا دكتور. اه تمام يا دكتور مع حضرتك. صوت كويس؟ اه زي الفل. هو صوتكم كله بيقطع بالنسبه لي، مش عارف ايه برضه يعني. الصوت عندكم برضه بالنسبه لنا لما حد بيتكلم بيبقى فيه ديسكونتينيوتي. يبقى مشكله نت عند حضرتك يا دكتور. عندنا لان احنا سامعين بعض كويس. هو كده الصوت كويس لحد دلوقتي؟ الصوت كويس. الصوت عندي كويس، سواء صوتك صوت حضرتك او صوت الناس اللي بتتكلم. عارف ده مشكله مش عامه بس كده الصوت ظبط شويه عندنا بالنسبه لكم. الصوت كده كمل كويس ولا؟ اه يا دكتور بالنسبه لي اصلا من اول محاضره كويس يعني. تمام، فاحنا قلنا احنا الفي واحد والفي اتنين مسؤول عنهم سيرستر واحد وسيرستر اتنين، الاختلاف كله من زيرو الالفا ومن الفا الالفا زائد باي. تعال نشوف بقى ايه بقى، ودي الفي افريج ال واحد على اتنين باي، ضربت في اتنين ليه؟ عشان عندي كام مساحة عندي في اتنين باي؟ اول مساحة اهي وايدنتيكال للمساحة التانية، ايدنتيكال للمساحة التانية. وبعدين
دي الفي انود كاثود، واحنا قلنا الفي انود كاثود بتمر بثلاث مراحل، لو هما الاثنين فاصلين ولو واحد شغال والتاني فاصل والعكس، ده فاصل وده شغال، وخدنا ايه؟ خدنا الثلاث حاجات دول. تمام. ال السنجل فيس فول ويف طبعا هناخد الار لود، الار نفتحها بالظبط اهي نفس الدسكشن شرحناه اهو، سيستر واحد شغال بيطلع في واحد، سيستر اتنين شغال بيطلع في اتنين اهو في واحد. دكتور حضرتك سامعني؟ الصوت راح خالص. الاي الفي شكل الاي بس مقسوم على الار اهو ده. انا سامع كويس يا عبد الرحمن. تمام مع حضرتك يا دكتور. فهنا الاي اوت شكل تاني بيرسم من الاي اوت، بمعنى ايه؟ انه الاي سيرستور واحد هو نفسه الاي اوت في الفتره دي، اي سيرستور اثنين هو نفسه الاي اوت في الفتره دي. طب احنا قلنا الفي انا متكسد واحد والفي انا متكسد اثنين، كل واحده بتمر بثلاث مراحل، ادي اول مرحله في واحد ثم زيرو ثم في واحد ثم اثنين في واحد، اثنين في واحد لما سيرستور اثنين يشتغل هنا، عكسها دي، واحنا قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات بالتفصيل. تمام. انا المحاضره دي بتاعت الاسبوع اللي فات. طب ازاي في واحد واثنين في واحد؟ رسمت لك الفي واحد والاثنين في واحد اهي، اهي النقط دي اسمها اثنين في واحد والنقط دي اسمها في واحد، فانا همشي على في واحد ثم زيرو، همشي على في واحد ثم هنزل وامشي على اثنين في واحد كيرف تاني خالص. تمام. ده بالنسبه لمين؟ وده بالنسبه للاي اس، دايما الاي اس بيساوي اي سيستر واحد ناقص اي سيستر مين؟ اي سيستر اثنين. دي التكاملات الثابتة عندي، الـ V average بيساوي 1 على 2 باي، مساحتين في الـ 2 باي من ألفا لـ 8 باي. جبتها الـ I average بيساوي الـ V average على R، ده في حالة الـ R load. الـ I سيرستور واحد هو الـ I out على 2 عشان نص المساحة، واحنا قلنا المساحات مهمة جدا، مهمة جدا مقارنتها في الـ full wave والـ 3 phase بعد كده. مهم جدا أقارن المساحات ببعضها عشان ما أكملش في الامتحان كله. أكمل مرة واحدة بس. لو أنت عايز تكامل أهو كامل. بس انا بقول مساحه الكرنت بتاع سيستر واحد نص المساحه بتاعه الاي اوت، يبقى الافرج نص الافرج اهو، طالما الاريا نص الاريا نص الافرج. والبيك ريفرس فولتج بيساوي 2 في ماكسيمم. البيك ريفرس فولتج يا جماعه بيحدث عند انهي زاويه؟ البيك ريفرس فولتج بيحدث عند انهي زاويه؟ حد يقول لي عند انهي زاويه؟ عشان الحاجات دي كلها اسئله امتحان، الحاجات دي كلها اسئله امتحان. بيحصل عند انهي زاويه يا محمد علاء؟ كنتش حاضر امبارح انت يا محمد علاء نايم. محمد علاء فاروق معاك والله يا دكتور، بس المشكله في مشكله كبيره عندي في النت من امبارح، النت قطع لي امبارح. طب دايما لو ساعدتك لو محمد الله سامعك، البيك ريفيرس فولتج بيحدث عند انهي زاويه؟ سامعني يا محمد؟ سامعني يا محمد؟ احنا سامعين حضرتك يا دكتور، بس وانا مش عارف الصراحه، بس ايه ممكن 90؟ طيب 90. مين انت؟ انا هو انا الصراحه ما اعرفش، بس انا بحاول اجتهد مع حضرتك يعني عشان تعرف ان في حد بيتفاعل اخر، لكن الصراحه مش عارف يعني. محمد طارق. ايوه دكتور. محمد طارق ب 90. نعم دكتور. نعم لا حضرتك سامعني يعني؟ انا محمد طارق ب 90 ولا ايوه يا دكتور انا سمعك. مبدئيا فين 90؟ محمد فين 90؟ ايه البيك ده؟ خلي بالك ده سؤال امتحان، مش عارف فين ده سؤال امتحان، ممكن تلاقيه في قدامك في فين البيك ريفرس فولتج؟ فين البيك ريفرس فولتج؟ انت ممكن حضرتك شويه على الرسمه؟ طيب هو دكتور في 2 بيك ريفرس فولتج، لا انا بتكلم على البيك ريفرس فولتج بتاع سيستر واحد.
هو فين على الرسمة ده يا دكتور؟ البيك ليفلز دي اعلى نقطه بتحملها الثيرستور في حاله الاوف هنا عند زاويه في الفا. اعلى نقطه بتحملها الثيرستور في حاله الاوف. طب ممكن حضرتك شاور عليك بالماوس 2 في 1 يا دكتور؟ 2 في 1 عند باي زائد الفا اللي هي 2 في 1 يا محمد علاء. 2 في ماكسيمم 2 جذر 2 في ماكسيمم دي القيمه نفسها. انا ممكن اسالك سؤال في الامتحان الميد ترم الجاي ده، ممكن اقول لك ايه البيك ريفرس فولتج في الويف قيمته قد ايه وبيحدث عند انهي زاويه، فتقول لي قيمته 2 في ماكسيمم. طب بيحدث عند انهي زاويه عشان دي عشان ايه باي زائد الفا. الفا زائد باي؟ لا مش شرط باي زائد الفا، ممكن باي زائد الفا تبقى هنا او هنا، بيحدث عند ال 270 البيك. البيك بتاع الكيرف ده يا جماعه، هو هننزل تحت اهو. البيك بتاع الكيرف ده بيحدث عند البيك بتاع الكيرف ده 2 في ماكسيمم، هي نقطه ثابته هنا 2 في ماكسيمم، هي النقطه دي، نقطه ثابته مش ديبند على زائد باي، هي نقطه ثابته غيرت في الويف ما يوصلش ل 2 في ماكسيمم، ممكن ما يوصلش، بس المعتاد او الستاندرد انه اعلى نقطه ممكن يتحملها. بص بص، ممكن يتحملها، تعرف كلمه ممكن يعني ايه؟ يعني ممكن في دايره قدامك شغاله 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 وسيستر ما تحملش في التي في ماكسيمم، بس اول ما غير الفا الاقيه بيتحمل في ماكسيمم. اتعرض للنقطه دي، اتعرض لاعلى قيمه هنا، اعلى قيمه هنا تحدث عند 270 يا جماعه، تحدث عند 270 ثابته. النقطه دي صفر، دي كده 90، النقطة دي 180، النقطة دي 270، النقطة دي 360. يا دكتور ده بس ده في الحالة دي بس صح ولا في كل الحالات؟ لا في أي حالة في الويف سواء ار لود او ار ال او كذا، ان في الويف سنتر تاني انه البيك ريفرس فولتج بقيمته قد ايه؟ ب 2 في ماكسيموم، تمام؟ طب بيحدث عند انهي زاوية؟ تقول عند الزاوية 270. دكتور في معلش على الرسم، حضرتك قلت لي اقصى قيمه في فعاله الاوف اللي هو انهي دي معلش؟ هو ايه تعرف، هو ايه تعرف اهي اعلى قيمه بيتعرض لها سيصرف حاله الاوف القيمه دي. تمام، اللي هي القيمه الماكسيمم في الجزء السالب. بس انت هقول لك دلوقتي، هقول لك حاجه، البيك ريفر فولت، البيك ريفرز فولت بيساوي خدنا المحاضره اللي فاتت، البيك ريفرز فولتج بيساوي، هو الصوت بيقطع جامد يا دكتور معلش انا مش سامع حضرتك كويس، انا بسمع كلمه هو البيك ريفرس بعد كده بسمعش الباقي الصراحه. اهو البيك ريفر 2v1 البيك ريفرس فولت، البيك ريفرس 2v ماكسيمم يا دكتور، مش قيمته قد ايه؟ هو مكتوب 2v ماكسيمم، مش شايفينها قدامكم 2v ماكسيمم؟ ايوه يا دكتور شايفها. طب ال 2 في ماكسيمم عند انهي زاويه؟ ال 2 في عند انهي زاويه؟ 3 على 2 باي 270 بالظبط بالظبط صح. انا ممكن الاسئله دي يا جماعه وارده كتير جدا، انا ممكن اقول لك الماكسيمم كارنت بيحدث عند انهي زاويه هنا؟ الماكسيمم كارنت في الار لود عند مين؟ عند ال 90 صح ولا لا؟ اعلى قيمه التيار كام هنا؟ حد يقول لي اعلى قيمه التيار كام هنا؟ محمد علاء اعلى قيمه التيار كام هنا؟ هو السكرين لسه يا دكتور متاخره تقريبا، يعني السكرين فيها لاج شويه. دكتور فعلا هي واقفه خالص، واقفه عند البي ار في ريفرس فولتج لحد دلوقتي ماشي، هي صراحه على البي ريفرس فولتج لو في الار لود يبقى تبقى في ماكسيمم على على الار. عند باي على الاثنين اعتقد بتحدث عند انهي زاويه؟ بتحدث في ماكسيمم على الار، ده اعلى قيمه تيار في الدايره اللي قدامك دي، اعلى قيمه تيار عندك في ماكسيمم على الار. طب بتحدث عند انهي زاويه؟ أه
دكتور هو باي على الاثنين كده، لان 270 هي مفيش اصلا جزء سالب، فهتكون 90 بس اعتقد. الفي ماكسيم اهي، الفي ماكسيم يا حبيبي اهي يا عبد الرحمن، الفي ماكسيم اهي. في حد بيتكلم على اي اوت، الفي ماكسيم اهي. هي بس دكتور الصوره فيها لاك شويه، فعشان كده مش قادر. بس خلاص اشوف مشكله النت دي واجله الفتره الرابعه، لكن مش كده في المحاضره كلها، عشان المحاضره مهمه جدا وداخله في الامتحان بتاع الاسبوع اللي جاي، والاسئله اللي بقولها لك كلها وارد انك تتسال فيها، وارد انك تتسال فيها بطريقه كثيره. يا ريت يا دكتور، كمان في ال قيمه الاي كذا، قيمه البي كي فيز فولتج، الحاجات دي كلها وارد انك تتسال فيها، فعشان خاطر النتيجه ما تطلعش بنسبه قليله. انا بقول لك ركز في الحاجات الصغيره تركز فيها. سمعنا يا شونسين؟ سمعناك يا دكتور، بس النت عند حضرتك صعب جدا. دكتور الصوت على حضرتك بقطع جامد. ثواني يا مشوش، ثواني. هو صوت راح ولا ايه؟ غالبا ما فيش صوت خالص. الدكتور قفل المايك. دكتور ثواني يا جدعان. تمام اوكي. شونسين. ايوه دكتور مع حضرتك. الصوت كويس كده؟ زي الفل كده. افضل يا دكتور. انا غيرت الشبكه خالص، يعني غيرت شبكه الواي فاي. تمام سامعني ولا في مشكله؟ لا سمينة. تمام دكتور، شغال زي الفل. تمام طيب. فانا بقول انه الماكسيمم كارنت بيحدث عند مين؟ عند النقطه دي. قيمته قد ايه؟ في ماكسيمم على ار اهي، هنا اعلى قيمه في ماكسيمم. طب اعلى قيمه التيار يبقى في ماكسيمم على مين؟ على ار. بتحدث عند الزاويه، بتحدث عند زاويه 90. تمام، دي من ضمن الاسئله اللي هي القيم عند الزوايا. القيم عند مين؟ عند الزوايا. هنا بقى الـ 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 احنا قلنا احنا الـ الـ لو جينا على المساله زي دي، ار ال وال بمعنى نهايه، ال بمعنى نهايه. احنا قلنا كل مشكلتي في الديس تشارجنج، في التفريغ. التفريغ عندك انت بيفرغ لو قدامه اتنين سيرستور، قلنا بيفرغ في السيرستور اللي كان ايه؟ اللي كان اون، ما بيجبرش سيرستور انه يشتغل خالص. بمعنى ايه؟
بمعنى بص على الويفز، بص على الويفز قدامك، تمام؟ الويفز قدامك عامله ازاي هنا؟ سيرستر واحد، سيرستر واحد، سيرستر واحد مخرج في ماكسيم ساين اوميجا تي، وسيرستر اتنين مخرج في ماكسيم ساين اوميجا تي بالنيجاتيف. كل مشكلتك في الجزء ده والجزء ده. سيرستر واحد هنا كمل معاك شغل، سيرستر اتنين انت جبته بعد الاتنين باي زي ما اتفقنا، تمام؟ يبقى في واحد شغال بالالفا من الفا، شغال بالبلس من الفا لباي، وشغال من باي لاتنين باي، من باي باي زاد الفا عن طريق الدي سي تشارج اهو. اهي ده كله سيستر واحد شغال اهو، تمام؟ فانت كل مشكلتك في الحته دي والحته دي والحته دي في الفول ويف، بس تعرف الكويل استغل مين في التفريغ، اكبر مين انه يشتغل، بس ده المطلوب منك في الفول ويف. لكن الفول ويف اللي بما نهايه التيار خط مستقيم، التيارات الثانيه كلها بتيجي من الايه، من خط المستقيم. التيارات الثانيه دي كلها بتيجي من خط ايه، من خط المستقيم، تمام؟ البيك ريفر، البيك ريفرس فولت اهو قدامك، البيك ريفرس فولت اهو قدامك. هنا الفي انود كاثود 2 في 1 ثم 0 ثم 2 في 1، تمام؟ ناخد ايه نفس الكلام بالظبط هنا ونفس مقارنه المساحات ومفيش قد مشكله خالص. طيب نروح بقى لمين بقى، نروح للمحاضره بتاعه النهارده، المحاضره بتاعه النهارده. شايفين البي دي اف الجديد؟ لا لا انا عملت سكرين. لا شايفين البي دي اف قدامكم؟ تمام؟ هاف كنترول ريكتيفاير بالظبط كده. ايه دي فول ويف بس يعني ايه هاف كنترولد؟ يعني كلمه هاف كنترول معناها ايه؟ بس ما زلنا سنجل فيز، ما زلنا سنجل فيز. كلمه هاف كنترولد وساعات بسميها سيمي كنترولد، يعني هاف كنترولد او سيمي كنترولد، دي ممكن يجي لك في الميد تيرم، ممكن يجي لك في الفاينل ام سي كيو. السيمي كنترولد دايما، السيمي كنترولد او الهاف كنترولد فول ويف حاجه، الفول ويف حاجه والهاف كنترولد حاجه ثانيه خالص. بمعنى ايه؟ الهاف كنترولد يعني انت احنا خدنا الكنترول والان كنترول قبل كده، خدنا الكنترول ريكتيفاير معناه ايه والان كنترول ريكتيفاير معناه ايه. الكنترول ريكتيفاير معناها الدايره فيها سيرستور وبتتحكم من 0 لباي او من باي ل 2 باي. طب الان كنترول يبقى الدايره كلها فيها دايود وما بتتحكمش خالص في الويف بتاعتك، تمام؟ طب يعني ايه هاف كنترول؟ يعني ايه هاف كنترول؟ هاف كنترول يعني الدايره فيها سيرستور ودايود، فيها سيرستور ودايود. الثيرستور ديبند على الفا، الدايود مش ديبند على الفا، وبالتالي الثيرستور عندك بيشتغل من الفا لباي، الدايود بيشتغل من باي لاتنين باي من غير الفا. يعني الويف فورم ادي الاوبريشن بتاعك اهو، من زيرو لالفا الثيرستور اوف والدايود اوف. ليه؟ الثيرستور ما خدش بالص والدايود مش مكانه، يبقى كلها بصفار، والفي انود كاثود بتساوي في واحد والفي دايود بتساوي في اتنين. من الفا لباي الثيرستور اون والدايود هو اللي اوف، عادي جدا مفيش مشكله خالص، نفس اللي خدناه الاسبوع اللي فات. الفي اوت بتساوي الفي واحد والفي انوت كاثود بتساوي زيرو والفي دايود بتساوي 2 في 2 عشان هو اللي ايه اوف، والاي اوت في على ار. طب من باي ل 2 باي مره واحده الدايود هو اللي اون والثيرستور هو الاوف من غير بلس من غير اي حاجه، الدايود مش محتاج بلس. فتيجي للويف فورم تلاقي من الفا الى باي اهو الجزء ده كله الخارج عندك عباره عن في ماكسيم ساين اوميجا تي. مين اللي شغال هنا؟ السيرستور اهو، الاس سي ار سيليكون كنترول ريكتيفاير. طب من باي ل 2 باي الدايود ملوش الفا فبيطلع الويفه كلها، ادي البلصايه الواحده اللي عندك، الدايود ملوش بلص. الاي اوت عشان ارسمه ببص على اللود، اللود ار اهو، ببص دايما على اللود اهو، اللود ار، وبالتالي الار لود. يعني انا يعني كل محاضره بقول انه وانا برسم الاي اوت، وانا برسم الاي اوت ببص على اللود اشوف اللود ايه وارسم الاي اوت. فلما يجي لك سؤال في الكويز واحد بتاع الباور سونكس ويقول لك انه الاي اوت ديبند على ايه، ديبند على كذا ولا كذا وكذا، وكاتب لك جمله اسمها اللود، طبيعه اللود، يبقى طبيعه اللود.
عشان انا كل موضوع وكل مساله وكل حاجه تخص المواضيع باور ترانس كلها انا بقول لك، وانا برسم الاي اوت ببص على اللود، وانا برسم الاي اوت ببص على اللود. فلما يجي لك سؤال وملها لك كملاحظه في رسم الويفز، قلت لك يا جماعه الفي اوت هو جزء من الفي اس، الاي اوت لازم انظر للود او ابص على اللود وانا برسمه. فلما يجي لك سؤال في كويز واحد بتاع الباور ترانس قبل كده ويجي لك ويقول لك انه الويفز بتاعت التيار طبيعتها بتيجي من 1 2 3 4 ومن ضمن الاربع اختيارات دي طبيعه اللود، فتختار طبيعه اللود. السؤال ده جه في كوز واحد، خلي بالكم كتير جدا ما حلوش، رغم ان انا بقوله كل محاضره وبقوله في كل في المحاضره يمكن اكتر من 10 15 مره كمان. تمام، فهنا بصيت على اللود لقيته ار لود، فالفي اوت اللي عايز يسال، في حد عايز يسأل شمسين؟ عني شوي شوي. ايه يا دكتور الصوت موجود يا دكتور، بس الصوت بعيد شوية. احاول اقربه شوية. عبد الرحمن الاي اوت، الاي اوت هو في اوت على ار. طب الاي ثيرستور هو الجزء الاولاني من الاي اوت، عشان الثيرستور كارنت اهو شغال هنا في الجزء ده اهو، الثيرستور كارنت شغال في الجزء ده. طب الدايود الجزء الثاني من الاي اوت اهو، فالاي ثيرستور اهو والاي دايود اهو. الاي اس عباره عن الاي ثيرستور ناقص الاي دايود اهو. احنا قلنا ايه؟ السويتش اللي فوق دايما الاي اس بيساوي السويتش اللي فوق بغض النظر كونه ثيرستور او دايود، ناقص الكارنت بتاع السويتش اللي تحت. الكارنت بتاع السويتش اللي فوق ناقص الكرنت بتاع السويتش اللي تحت، ده سيرستور وده دايود. قبل كده خدنا اتنين سيرستور المحاضره اللي فاتت، فكان الاي اس عباره عن ايه هنا؟ الاي اس عباره عن اي سيرستور واحد، واجي هنا اقول ماينس اي سيرستور اتنين، لا هنا بقى سيرستور دايود، يبقى اي سيرستور واحد اهو اي سيرستور ناقص الاي دايود، وادي الفي انود كاسود اهي، ادي الفي انود ايه؟ كاسود. حد عنده مشكله يا جماعه في الموضوع اللي هو هاف كنترول؟ يبقى الهاف كنترول عباره عن ايه؟ الهاف كنترول دي يبقى الدايره قدامك مش كلها سيرستورز، يبقى في الهاف سايكل الاولى بيتحكم فيها سيرستور والهاف سايكل الثانيه بيتحكم فيها الدايود، او اجزاء عندك غصب عن اي حد بتبقى فيها دايود. الدوائر اللي فيها دايود يا جماعه بتبقى هاف كنترولد، الدوائر اللي فيها دايود بتبقى هاف كنترولد، انه في دايود مسؤول عن هاف سايكل، دايود مسؤول عن الهاف سايكل، فدي اسمها هاف كنترولد. انا بتحكم في الجزء ده بس، ولكن الجزء ده ما بتحكمش فيه عشان بيتحكم لي فيه الدايود اهو. انت بتحكم في الجزء ده بتكبره وتصغره على حسب الالفا، ولكن هل الجزء ده انت بتحكم فيه؟ لا ما بتحكمش فيه. ليه؟ عشان شغل الدايود، الدايود مش ديبند على الفا، وبالتالي كونك انك انت بتحكمت في جزء وجزء لا يبقى ده اسمه هاف كنترولد. ولكن ايه هو الفول ويف؟ الفول ويف معناه انه السايكل دي والسايكل دي، فانت كده كده بتخرج دي وتخرج دي، يبقى ده ينطبق على الفول ويف بس مش فولي كنترول. يبقى في عندك حاجتين، في عندك حاجه اسمها فولي كنترول وفي عندك حاجه اسمها هاف كنترول. فولي كنترول وهاف كنترول، ايه الفرق بين الفولي كنترول والهاف كنترول؟ الفولي كنترول دايركت ريكتيفاير كلها سيرستورز، الهاف كنترول دايركت ريكتيفاير فيها سيرستور فيها دايت، الان كنترول دايركت ريكتيفاير كلها دايت. يبقى عندك ثلاث مراحل، الهاف كنترول، الفولي كنترول، الان كنترول. الان كنترول ده مش عندنا، الان كنترول ده الدايتس خدتوه قبل كده واحنا ادينا عليه حاجه بسيطه اول محاضره. الان كنترول، ان كنترول دايره كلها دايتس بتخرج الويفز معمول لها ريكتيفايرز وبتحولها لدي سي. الفولي كنترول دايره كلها سيرستور بتتحكم في البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل وبتخرج لك ايه؟ الاجزاء كلها ايه؟ بتاعت السايكلز كلها معمول لها كنترول. الهاف كنترول اللي هو او السيمي كنترول اللي هو نصها دايد ونصها سايستر. اتفهم الجزء ده يا باشمهندسين؟ باشمهندسين اتفهم الفرق بين الفولي كنترول والهاف كنترول او السيمي كنترول؟ تمام. عشان ممكن تلاقي سؤال برضه في المتر من الكلام ده. تمام؟ ممكن تلاقي في الهاف كنترول او السيمي كنترول كذا بيشتغل في كذا وكذا، تلاقي موضوع تاني.
فتبقى فاهم انه الهاف كنترول والهاف كنترول اللي هو السيمي يعني والفولو كنترول الاختلاف بينهم ايه؟ انه الدايره دي كلها سيرستورز والدايره دي فيها سيرستور ودايركت. تمام؟ فجيت هنا للتكاملات اهو، قلت ما ينفعش اقول في اتنين، ما ينفعش اكامل يا باشمهندسين، ما ينفعش اكامل الجزء ده في الفي اوت واضربه في اتنين. ليه؟ عشان المساحتين مش ايدنتيكال، المساحتين مش ايدنتيكال، المساحه دي تختلف على المساحه دي، فهكامل دي لوحدها ودي لوحدها. هتكامل ايه؟ هتكامل من الفا الباي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، ومن باي ل 2 باي ماينس في ماكسيمم ساين اوميجا تي. ليه ماينس؟ عشان المعادله دي يا باشمهندسين، المعادله دي اهي، انا بكامل المعادله دي اهي اللي هي الفي 2، والفي 2 معادلتها ايه؟ ماينس في ماكسيمم ساين اوميجا تي. اتفضل. حضرتك سامعني كده؟ سامعك يا عم. تمام. هو بص يا دكتور، الصراحه انا والله قاعد بحاول يعني مركز من الاول الشرح يعني وكده، بس فاهم انا حاسس ان الدنيا صعبه عليا، مش عارف، حاسس ان انا مش قادر استوعب. حول مدني، حول مدني يا عم. نعم، حول مدني. لا مش موضوع حول مدني. حضرتك مثلا بتبقى بتشرح في حاجه، مره واحده بتعمل سكرول لفوق وتنزل تعمل سكرول لتحت وسكرول لفوق وسكرول لتحت، انا يعني عيني اتشتت كذا مره والتركيز بيروح كذا مره. ما ينفعش حضرتك يا دكتور تعمل لنا مثلا جزء مثلا كده في المحاضره حضرتك تخصصه في علاء احمد سيد في الكاميرا؟ علاء احمد سيد في الكاميرا؟ علاء احمد سيد محمود في الكاميرا؟ قول يا طارق، قول يا محمد. مين كان بيسال من شويه؟ انا دكتور. انا ما ينفعش هتقدر حضرتك تخصص لنا جزء في المحاضره يبقى خاص بالماتلاب، يعني حضرتك تورينا الحاجه عمليا اكتر يعني، بس يبقى داخل المحاضره يعني. ازاي؟ لا طبعا، استحاله. صعب. وقت المحاضره انتوا عايزين تفهموا يبقى بره المحاضره. انت دلوقتي حاليا في المحاضره انا بشرح عادي جدا اهو، تمام. انا عشان اشرح وقت المحاضره بالنسبه لي ما بيكفينيش، انا وقت المحاضره بالنسبه لي ما بيكفيش، بدليل بدخل على الدكتور الاشرف كل مره وباخد محاضرته كل مره. انا وقت المحاضره ما بيكفينيش عشان ادخل حته الماتلاب اللي هي زياده، اللي هي مش موجوده اصلا في اي مكان في الدنيا. انا بشرح جزء الماتلاب ده اضافه للناس اللي عايزه تفهم زياده، او الناس اللي عايزه تراجع، والناس اللي عايزه تفهم عملي، والناس اللي عايزه كذا. بديهولك لك انت، طالما لك انت يبقى ما تقصرش على منهج انا اللي بديهولك. انا ليا منهج انت ملتزم بيه تبع اللائحه، لازم ادرس في 1 2 3 4. فما ينفعش ان انا اجي اشرح الار لود واشرحها على السيمولينك وفي الاخر خلاص يبقى المحاضره كلها خدتها في الار لود. طب وليه؟ وبعدين في الاخر ابص الاقي نفسي ما خلصتش اي حاجه في المنهج، وبعدين يبقى التقسيم من انا في الاخر ان انا ما اديتكش حاجه. لا تمام يا دكتور. هو المشكله معانا يعني في حل بسيط يعني. هو المشكله عندك حضرتك بتسكرول كتير من فوق لتحت، على مره تجيب الرسمه وبعد كده مره تجيب المعادلات، فده ملخبطه. هي المشكله. هو المشكله بشوي ان ممكن يبقى فيه لاجنج بس مش اكتر. بس انا بعد ما انا ظبطت النت على ما اعتقد اللاج انتهى. لا هو مش مشكله عنده، هو مشكله عنده ان هو مش شايف الويف على طول، فهو ممكن يعمل ايه؟ يطبع الورق بس. او حضرتك ممكن بس تنزل المحاضره بدري، هو حضرتك بتنزل المحاضره بدري المفروض، وممكن يطبع الورق ويحطه قدامه وحضرتك بتشرح يعني. وانا قايل الكلام ده اصلا، وانا قايل الكلام ده في احنا لما اتناقشنا قبل كده يا محمد طارق في الاسئله، قلت لكم يا جماعه لازم الورق بتاعك يبقى مطبوع قدامك، الورق يبقى مطبوع قدامك علشان خاطر انك انت تكتب النوتس كلها اللي بقولها، حتى بعيد عن المحاضره. انت كده الفيديو بيبقى متسجل، فانت لما بتسمع الفيديو بيبقى لازم الورق مطبوع قدامك برضه. ليه؟ عشان انا بقول نوتس، انا قلت دلوقتي الماكسيمم كارن بيحدث عند انهي زاويه، البيك ريفيز فولت بيحدث عند انهي زاويه، الكلام ده كله مش مكتوب قدامك، انا قلته. تمام؟ انا قلته، فانت تروح تدونه عندك في ورق بحيث يبقى الورق بتاعك في مسائلك، في ويف فورم، في النوتس بتاعتك اللي ممكن تعرض لاسئلتها. والنوتس دي برضو مش اسئله بس، ده ممكن تفهمك حاجات كتير يا محمد يا طارق يعني. انا احاول لكن انت برضو تراجع التسجيل كويس. تمام يا دكتور. انا مش هرول كتير قوي زي ما انت عايز يعني حته ان انا اطلع فوق وانزل تحت كده، بعملها الى حد ما ببطء شويه يعني. يا دكتور بعد اذنك. اتفضل. هو البيك اب كارنت نفس ال يعني بيبقى نفس الفولت صح؟ 270 في ريفرس. البيك ريفرس فولت نفس البيك اب كارنت؟ لا نفس البيك كارنت
البيك كارنت. البيك كارنت عندك ده او البيك كارنت ده قيمه بتحدث لازم يكون في البوزيتيف، لازم في البوزيتيف. البيك ريفرس فولتج اعلى قيمه فولت بيتعرضها لها السيستور في حاله النيجاتيف، فدي بوزيتيف وده نيجاتيف. يعني بتبص على الويفز اعلى قيمه فين في البوزيتيف دي كارنت، البيك ريفرس فولتج اعلى قيمه فين في النيجاتيف ده فولتج. طب ودي 270 صح بالظبط كده. بس 200 بص يا فداء، انا فور اكزامبل على الاكزامبل اللي قدامنا ده، يعني لو ال لود هتختلف، لو ار ال هتختلف، البيك ريفرس فولتج ممكن ما تختلفش، ولكن الماكسيمم كارنت يختلف طبعا. لو اللود اختلف، مش احنا قلنا لو اللود اختلف الرسمه التيار تختلف؟ طالما رسمه التيار اختلفت يبقى الماكسيمم كارنت مكانه اختلف. يبقى لما اجي اقول لك مثلا الار ال لود قيمه الماكسيمم كارنت بقد ايه وبتعطس عند انهي زاويه، تقول لي قيمه الماكسيمم كارنت بتساوي مثلا وليكن باي ناقص كانت باي ناقص لامدا او عند لامدا قيمه الماكسيمم كارنت قد ايه، تقول لي والله الماكسيمم كارنت بيساوي كذا على كذا، الفي ماكسيمم على زد او الفي ماكسيمم على اكس في ال ال، فاهمني؟ فكل كل لكل لود طبيعه تيار، ولكل طبيعه تيار ليه ماكسيمم كارنت وبيحدث عند زوايا مختلفه. فانت المفروض لما تسال سؤال زي ده بتبص، انا بس اول حاجه بقول لك في السنجل فيز فول ويف في الار ال لود، شوف كتبت لك اللود الماكسيمم كارنت قيمته قد ايه وبسم بيحدث عند انهي زاويه مثلا، هتقول لي في الار ال لود الماكسيمم كارنت قيمته كذا بيحدث عند زاويه كذا على طول. مذاكرها وعارفها طبيعه اللود بكذا. ولكن البيك ريفرس فولتج تقريبا ممكن يحدث، يعني معظم الويفز بتحدث قريبه من بعضها 270 2 ماكسيمم بس في الفول ويف، ولكن في الهاف ويف لا، ما كانش 2 في ماكسيمم، كان في ماكسيمم بس. والار اي ما كانش في ماكسيمم ولا 2 في ماكسيمم، كان في ماكسيمم زائد الباك ام اف. تمام. يعني الموضوع عايز مذاكره وعايز تركيز وعايز انك تعرف كل لود طبيعته ايه والويف فورم بتاعته ايه والماكسيمم بتاعته عند انهي زاويه. البيك ريفرس فولتج نفس الكلام، القيمه الافريج، قيمه الار ام اس، الحاجات دي كلها تبقى عارفها عند كل لود. لو جالك الميد تيرم في الحاجات دي واستعنت بورق ممكن تضيع وقتك، ممكن تفضل تقلب وتعمل وفي الاخر تلاقي منصوص السؤال بيجي على دماغك. المفروض ان هو بقى حافظه يعني ولا سنتج؟ طبعا لا طبعا تبقى حافظه الحاجات دي كلها. بتبقى مثلا في ده انا بقول لك مثلا في ال لود، ال لود انا جيت مثلا قلت لك ال لود الماكسيمم كارنت كام في ال لود، تبقى انت عارف معادله التيار في دماغك في ماكسيمم على باي في كوزين الفا ناقص كوزين اوميجا تي، فالماكسيمم عندك في ماكسيمم على باي، ماكسيمم كارنت في ماكسيمم على ايه على 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 باي في اكس، فانت الجزئيه دي انت عارفها ان انا ماكسيمم كارنت. تمام. اقفل على لطفي، على لطفي في المايك يا حبيبي، على لطفي. دكتور محمد اتفضل. عبد الرحمن، هو حضرتك المحاضره دي داخله في الميد تيرم؟ تمام. مسائل وكده. عبد الرحمن ما خدناش حاجه النهارده اصلا كل ويف اصعب شويه من هاف ويف. المحاضره اصلا ضاعت ما خدناش حاجه اصلا. الساعة 10:05 دلوقتي ما خدناش حاجة. دكتور الفول ويف أصعب شوية من الهاف ويف. الفول ويف أصعب؟ من الهاف ويف. ذاكر شوية يا عبد الرحمن، شد أهلك شوية. هو مش أصعب ولا حاجة يا حبيبي. هو مفيش لا أصعب ولا حاجة. مع حضرتك. هنا ال 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 الفي ماكسيمم، الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي مسؤول عنها السيريستورز في خروجها، الدايود مسؤول عن ال 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 الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي بس بالسالب اللي هو في 1 وفي 2. يعني مبدئيا انه الدايره اللي قدامك دي اسمها هاف كنترول. نروح بقى للايكويشنز بتاعتنا، نروح للايكويشن دي الويف فورم دي عندنا. الويف فورم، الويف فورم قدامك دي اهي. تمام.
روح للكالكوليشن. ادي الكالكوليشن قدامك، اول حاجه بحسبها في الكالكوليشن الفي افريج، هل المساحتين اللي خرجوا على اللود كفولتج هل الاريا اندر ذا كيرف ذا سيم؟ لا مش ذا سيم، يبقى هكامل دي لوحدها ودي لوحدها، هكامل المعادله دي اهي من الفا الباي بماكسيم ساين اوميجا تي، وهكامل من باي ل 2 باي، بس لازم تقول ماينس هنا. لو ما قلتش ماينس يبقى التكامل غلط. ليه ماينس؟ ليه ماينس؟ علشان انت بتكامل ويفز عكس الويفز، عكس الويف الاصليه. يا محمد طارق انا هطلع دلوقتي على الويف، هطلع فوق على الويف عشان اوري اثبت لك بس ان الويف دي اهي معادلتها الويف اللي قدامك دي اهي المعادله بتاعتها غير المعادله دي. فلما جيت كملت من الفا الى باي هكامل في ماكسيم ساين اوميجا تي، لما جيت كملت من باي ل 2 باي هكامل ماينس في ماكسيم ساين اوميجا تي. تمام، هنزل تاني اهو. تمام، ادي اول تكامل. طب ليه الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده؟ عشان كل المساحات اللي عندك ايدنتيكال، المساحه الاولى زي المساحه الثانيه كنت بتضرب في 2، المساحه الاولى زي المساحه الثانيه كنت بتضرب في 2، كنت بتكامل بس من الفا. ليه المساحات كلها اللي قبل كده كانت ايدنتيكال؟ المساحه الاولى زي المساحه الثانيه. لا بتكلم على السالب. السالب عشان هطلع فوق اهو. المعادله دي يعني؟ المعادله دي سالبه، خلي بالك المعادله دي سالبه اهي. المعادله اللي انا بشاور عليها دي سالبه، سالب في ماكسيم ساين اوميجا تي. المعادله دي كلها اهو الى ما لا نهايه. المعادله اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي اسمها سالب في ماكسيم ساين اوميجا تي. انت هتكملها من فين لفين؟ هتكملها من باي ل 2 باي اللي بتاعت كامل. هتكامل سالب في ماكسيم، سالب في ماكسيم ساين اوميجا تي. ولكن لما كملت من الفا لباي كملت في ماكسيم ساين اوميجا تي، فجبت المساحه دي تكامل، يعني جبت المساحه دي وزودت المساحه دي، وده مفهوم الافريج، مجموع المساحات الموجوده من 0 ل 2 باي وبقسم على مين؟ على 2 باي. مجموع المساحات من 0 ل 2 باي وبقسم على مين؟ على 2 باي. لحد دلوقتي في مشكله؟ باشمهندسين احمد عبد العزيز يقفل المايك وانا تقفل المايك وفي ده يقفل الكاميرا بتاعته. لا تمام يا دكتور مفيش مشكله. طيب بعد ما جبت انا الفي افريج، بعد ما جبت الفي افريج صراحه اتفضل عايز اسال، اتفضل عايز اسال ولا بتكلم تاني؟ بتكلم مع حد تاني. انا بقول لحضرتك مفيش مشكله في اللي انت شرحته. تمام طيب ماشي. الفي افريج عندي هو خلاص بقى وصل الفي ماكسيم على 2 باي 3 زائد كوزين الفا، 3 زائد كوزين الفا. طب الاي افريج بيساوي ايه؟ ده اقفل المايك يا حبيبي. الاي افريج بيساوي ايه؟ بيساوي الفي افريج على مين؟ على الار. الاي افريج بيساوي الفي افريج على مين؟ على الار. تمام، ده عشان ار لود الاكزامبل، ما زال ايه ار لود. تمام، طب الاي سيرستور عندي، الاي سيرستور عندي بيساوي ايه؟ ما ينفعش اقول الاي سيرستور نص الاي اوت. ليه ما ينفعش عبد الرحمن؟ ليه ما ينفعش محمد يا طارق؟ قبل كده كنا بنقول الاي سيرستور نص الاي اوت من غير ما كامل. هنا لازم اكامل بقى، لازم ايه؟ لازم اكامل علشان المساحات مش عايزه بالظبط كده. انا هطلع فوق يا محمد طارق في الويف فورم عشان اوري لك بس انه مساحه السيرستور كارنت اهي، مساحه السيرستور كارنت المساحه اللي تحت الكيرف مش نص المساحه اللي بتاعت الاي اوت. ليه؟ عشان الاي اوت عباره عن ايه؟ مساحه ومساحه كامله. فما ينفعش اقول الاي سيرستور افريج نص الاي اوت. نصه من فين؟ هل الاريا نص الاريا؟ هل نص الاريا بتاعت الاي سيرستور هي نص الاريا بتاعت الاي اوت؟ لا. امتى تكون نصها؟ لما تكون دي ودي زي بعض ودي نصهم. فهمت؟ فغصب عني هنا ما ينفعش اقول الاي سيرستور افريج بيساوي نص الاي اوت افريج زي ما كنا بنعمل قبل كده. ليه؟ عشان في السيمي كنترول دايما، في السيمي كنترول دايما النسب مش بتبقى متاحه ليا، نسبه ان اجيب الافريج من الافريج والار ام اس من الار ام اس برضه مجموعهم.
هيديني الاي اوت صح؟ مجموع الاي سيستور افريج زائد الاي دايود افريج يديني الاي اوت. ماشي مجموعهم يديني الاي اوت ده اساسي. اه يعني بعد ما احسب الاي سيستور افريج وبعد ما احسب الاي دايود افريج مجموعهم لازم يساوي الاي اوت، لازم يساوي الاي اوت افريج، عشان مساحة الاي سيستور زائد مساحة الاي دايود بيساوي مساحة الاي اوت. هنزل تحت يا محمد يطالع اهو. اه حسبت الاي دايود الاي سيستور تكامل من الفا الباي معلي التيار، وحسبت الاي دايود تكامل من باي لاتنين باي، بس لازم احط اشاره سالب عشان عكس المعادله، انت بتكامل عكس المعادله. والبيك اه طلع بي في ماكسيم على 2 على على باي ار، وده طلع بالمعادله دي. لو جمعت ده زائد ده يديني الاي ايه اوت افريج. الاي اوت ار ام اس الجذر التربيعي لتربيع المعادلات، مفيش جديد. تمام اهو، طالما المعادلات واحده يبقى مسموح لي اجمع حدود تكامل، ده عرف الرياضه بيقول لي كده في الماث، بيقول لي طالما التكاملين هما الاثنين بيكملوا نفس المعادله يبقى مسموح لك تجمع حدود تكامل. جمعت حدود تكامل اهو، اهو فضلت اكامل اكامل لحد الاخر. الاي اوت ار ام اس بيساوي الفي اوت ار ام اس على الار، عشان ده ار لود، هكتب لك قدامها ار لود، والكلام ده ما ينفعش غير في الار لود بس، اني بقسم الفي على الار يديني الاي سواء افريج او ار ام اس. الكلام ده ما بيحصلش غير في الار لود فقط. ليه في الالي لود بجيب معادله ثانيه للتيار وبكملها، يبقى الفي افريج على الار يديني الاي افريج، الفي اوت ار ام اس على الار يديني الاي اوت ار ام اس. الكلام ده بعمله في الار لود. طب في اي في اي لود تاني غير الار بعمل ايه؟ لا بتبقى عندي معادله التيار بكملها زيها زي الفولت، مفيش حد احسن من حد، ولكن للتسهيل في الار لود، للتسهيل في الار لود بجيب الفولت على الار يديني الاي سواء افريج او ار ام اس. تمام. الاي سيرستور ار ام اس عندي، الاي سيرستور ار ام اس هكامل الجذر التربيعي لتربيع المعادله بتاعه السيرستور كارنت بنفس السيكونس بنفس التكاملات اللي بنعملها كل مره اهو. الاي دايود ار ام اس نفس الكلام، الجذر التربيعي لتربيع المعادله، السالب ده هيطير عشان التربيع اهو، والباور فاكتور اس اهو، حيث الاي اس هنا ار ام اس بيساوي الاي اوت ار ام اس عشان الاريا نفس الاريا. قلنا احنا طالما الاريا نفس الاريا بغض النظر كونها موجبه او سالبه يبقى الار ام اس بيساوي الار ام اس، والمعلومه دي قلتها الاسبوع اللي فات. طالما الاريا نفس الاريا بغض النظر كونها موجبه او سالبه يبقى الار ام اس فاليو بتساوي الار ام اس فاليو. هنطلع فوق يا محمد طارق اهو، هنطلع على الويف فوق. لو انا رسم الاي اس، الاي اس اهو، الاي اس عباره عن ايه؟ مساحه موجبه ومساحه سالبه. المساحتين دول مش هما من نفس مساحات الاي اوت، هما نفسهم بس دول في واحد موجب وواحده سالب، والاي اوت عندي هما الاثنين موجبين. الار ام اس ما بيعترفش بالموجب والسالب في المساحات، فانا بصيت لقيت مساحه الاي اس هي نفس مساحه الاي اوت، فيبقى الار ام اس فاليو هنا نفس الار ام اس فاليو هنا. تمام، في مشكله لحد دلوقتي؟ يعني الار ام اس في الاي اس زي الاي اوت بالظبط، عشان اتعكست الجزء السالب بالظبط يا عبد الرحمن. وانا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات، قلت المساحات الروت من سكوير فاليو ماليش دعوه بموجب وسالب، ماليش دعوه بموجب ايه وسالب. تمام، انا هنزل تحت يا محمد طارق اهو. الار اي هنا يا باشمهندسين، الار اي هي نفس الار دي فولي كنترول بقى ولا اهي؟ بص كاتب لكم عليها يا باشمهندسين، هي دي فول كنترول عشان ما فيش دايود خالص. دكتور حضرتك سامعني؟ حد سامعني؟ طيب عشان الصوت قطع تقريبا، الصوت قطع. بس فانسين معايا، فانسين يا دكتور. ما حضرتك يا دكتور، هو هنا ما فيش دايود فول،
مفيش دايود هنا، فبالتالي هنح يعني هيكون الفول يعني مش فول سيمي فولي كنترول، ده هيبقى فولي كنترول. اه هيبقى فولي كنترولد تمام. في مشكله فانسين؟ في مشكله تمام يا دكتور تمام. فالار اي عندك، الار اي عندك نفس الار اي بتاعه الهاف ويف، هي هي بالظبط. بص يا باشمهندسين، لازم طبعا اتاكد ان الالفا اكبر من او تساوي ايتا، لازم اتاكد من الالفا اكبر من او تساوي ايتا. لو الالفا عندي اقل من ايتا، لو اكتشفت في الامتحان، لو اكتشفت في الامتحان انه الالفا دي اقل من ايتا، ما هي ايتا؟ هنزل تحت محمد طارق. بص ما هي الايتا؟ هي نقطه تقاطع، نقطه تقاطع الباك ام اف مع الساين ويف، دي اسمها ايتا. عشان يشتغل السلسل لازم يكون الفا اكبر منها. ليه؟ عشان قبل ايتا ما ينفعش ادي بالص. طب ما ينفعش برضو ليه؟ خدناها في الهاف ويف انه بتكون الفولت الكاسود اعلى من الانود. تمام، الحاجات دي كلها خدناها في الهاف ويف تمام. طب امتى الحاله الوحيده هطلع فوق يا محمد طارق؟ اهو اف الالفا اقل من ايتا، لازم البالص تبقى سستيند، لازم البالص تبقى مستمره معاك، مستمره يعني، يعني صدفت في الامتحان وحسبت الايتا، انا بحسبها الايتا ما بديهالكش جيفن، بتحسبها اللي هي ساين ماينوسان الاي على البي ماكسيمم، قانونها ثابت وقلنا قبل كده جه ازاي في الهاف ويف. بعد ما حسبت الايتا، الايتا ده ايتا عندي ب 30 والدكتور مديني الفا ب 15، ده كده ما ينفعش خالص. بس ممكن اقول لك خلي بالك البلس بتستمر عندي 40 درجه. يعني ايه البلس بتستمر 40 درجه؟ هنزل على الويف فورم دلوقتي، انا هنزل على الويف فورم اهو، هنزل على الويف فورم اهي، جدلا الفا هنا، الفا هنا، تلاقي ايه بقى البلس عندك عريضه قوي، عريضه كده اهي، مستمره معاك البلس. معناها ايه؟ معناها عند نقطه ايتا السيستر هيشتغل، عند نقطه ايتا السيستر هيشتغل. في الحاله دي لو دي سؤال امتحان عشان تبقوا عارفين، دي سؤال امتحان، لو الفا اكتشفت انها اقل من ايتا لازم اذكر كلمه سستند البلس. وفي الحاله دي انا هطلع فوق اهو، هطلع فوق في الحاله دي الفا بتساوي ايتا. هتقول لي طب ما انا انت مديني، انا حسبت ايتا يا دكتور ايتا ب 30 وانت مديني الفا ب 15، ففي الحاله دي الفا اقل من ايتا، وانت قلت لي يا دكتور البلس سستند، يبقى الفا اللي مديها لك دي غلط. غلط، سيبك من 15 دي خالص، هتبقى الفا الايتا اللي انت حسبتها، هتبقى الالفا هي قيمه الايتا، والالفا اللي مديها لك دي مالهاش اي لازمه خالص. اتفهمت الجزئيه دي مش مهندسين؟ ايوه دكتور. يعني الفا هتبقى عندي من النقطه اللي هي نقطه التقاطع بالظبط كده عشان البلس سستين. يبقى انا عندي هنا، عندي هنا لو 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 عندي هنا ال 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 البلس عندي سستين، لو البلس عندي سستين يبقى لازم 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 الفا عندي اقل من ايتا. طب لو البلس سستين والفا اكبر من ايتا، لو البلس سستين والفا هتاثر معايا سستين مش سستين؟ لو الالفا عندي، لو لو الالفا عندي اكبر من ايتا، هو خلاص كده هيشتغل على طول، كده كده هيشتغل خلاص. بس بالظبط سستند او غير سستند ما تفرقش معايا في حاجه. صح يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. يعني انا لو لو جيت لك مثلا في امتحان وقلت لك ايه انه الالفا عندي قيمتها مثلا اقل من نقطه التقاطع بتاعه الباك ام اف مع الساين ويف، لو الالفا عندي قيمتها اقل، هل السيستم بيشتغل اندر انهي كونديشن؟ مثلا الكونديشن الاولى مثلا هنقول مثلا البلس سستيند، او ممكن في حاجه تانية غير البلس سستيند، ممكن اقول لك اللونج بلس، في الشورت بلس واللونج بلس. الشورت بلس اللي هي البلس اللي بناخدها عاديه جدا حاجه صغيره، اللونج بلس اللي هي البلس العريضه مدتها طويله، اللي هي سستيند. يعني كلمه لونج بلس هي نفسها سستين، يعني البلس مستمره معاه مكمله، او البلس عندك البلس الويتس بتاعها اعرض، وبالتالي بتديك اريحيه في انه ايه، انه الستريستور بيلقط عند ايتا، اول ما الكاسود بتاعه يقل عن الانود او الانود يعلى عن الكاسود يبدا يلقط عند نقطه ايتا.
اتفهمت الجزئيه يا محمد علاء يا فاروق؟ ايوه يا دكتور معاك. تمام تمام تمام. انا عندي اقتراح بس بعد ما اخلص المحاضره عشان ما ندخلش في مهاترات. تمام. طبعا هنا الشرح بتاعنا هو نفس, بص يا باشمهندسين, نفس الهاف ويف ايدنتيكال, بس انا زودت المساحه اهي, في افريج ناقص الاي على الار اهي, زادت المساحه هنا اهي, دي كده اهي كانت هنا هنا مكمله اي, لا زادت مساحتين, نفس الارلو, نفس السنجل فيز هاف ويف, هي نفس السنجل فيز فول ويف في الار اي, بس كوبي بيست الجزء ده, الجزء ده اتكرر هنا, الجزء اللي قدامك ده اتكرر هنا, الجزء ده اتكرر هنا, فكل اللي هتعمله هتضرب في 2 اهو, في 1 على 2 باي في 2 اهو, ضربت المساحات كلها في 2. عندي كم مساحه؟ نفس بص اهو, اول مساحه من صفر. بص يا محمد يا طارق, بص يا محمد يا طارق, انا دلوقتي طلعت على الكيرف عشان افهمك المساحات, الثلاث مساحات جوه ازاي محمد طارق. ايوه دكتور, ايوه انا حضرتك سامع. اه من صفر لالفا, من صفر لالفا, من صفر لالفا هكمل الاي, الاي باك ايه, ومن الفا, من الفا لباي ناقص ايتا هتكمل الساين ويف, ومن باي ناقص ايتا لباي بس, لباي بس عشان تضرب في 2 هتكمل الاي. يبقى انت خدت الجزء اللي هو من صفر لباي, من صفر لباي, من صفر الجزء ده اهو, الجزء ده وضربته في 2 عشان يتكرر هو من باي ل 2 باي, هو نفسه اتكرر من باي ل 2. يبقى عندي كم مساحه؟ اول مساحه من صفر للالفا هتكمل الاي, تاني مساحه من الفا لباي ناقص ايتا هتكمل الساين ويف, تالت مساحه من باي ناقص ايتا لباي, الجزء الصغير ده المربع الصغير ده اهو اللي هو ده اللي انا بشاور عليه بايدي ده اهو. تمام. هو انا دكتور يا عبد الرحمن ما تقطعنيش يا حبيبي. تمام. اه اصل يا دكتور, يبقى انا عندي هنا مساحه اهو, ومساحه اهي, ومساحه الصغيره دي وضعها في 2, جابت لي المساحه دي والمساحه دي والمساحه دي, يبقى انا كده جبت التوتال اريا من 0 ل 2 باي, جبت التوتال اريا من 0 ل 2 باي هقسمها على 2 باي وانا مستريح, ويبقى كده جبت الافريج. نرجع يا محمد طارق للمعادله بتاعتنا اهو اهو. بص, من الفا لباي ناقص ايتا الفي ماكسيم ساين اوميجا تي, ومن 0 لالفا, ومن باي ناقص ايتا الباي, مساحة 2 3 مساحات, الثلاث مساحات دول موجودين من كام؟ من صفر لباي, ثلاث مساحات دول. تمام. وكلهم ضربتهم في 2 اهو. طب الرياضة بتقول لي ايه؟ بتقول المعادلة طالما نفس المعادلة الاي باك, اي باك يبقى مسموح لك تجمع حدود التكامل, اثبت الاي باك واقول الفا زائد باي, الفا زائد باي, وباي ناقص ايتا زائد 0, باي ناقص ايتا زائد 0. تمام. في مشكله لحد دلوقتي؟ قول يا عبد الرحمن كنت عايز تقول ايه. لا يا دكتور, هي دي الحته بس انا كنت عايز اقول لحضرتك, بس بسال حضرتك ان احنا نجمع التكاملين في حته واحده زي ما حضرتك بتاع, بس خلاص كده اجمع عبد الرحمن في حته واحده لما المعادلات تتشابه, لما المعادله بكاملها نفس المعادله اللي بكاملها الناحيه الثانيه, يعني ما ينفعش يا عبد الرحمن اجمع حدود التكامل بتاعه الاي مع الفي ساين ويف. اه تمام, عشان المعادله مختلفه. اه المعادله كمان مختلفه. تمام دكتور. اه اتفضل. مين؟ هو انا دلوقتي يا دكتور مش عندي طيارين في الدايره. عندك طيارين يا رجب في الدايره؟ اه ايه المشكله؟ يعني المفروض كل واحد ليه بلص معين ولا هما الاثنين يعني نفس البلص؟ بص لا بص يا رجب انا قلتها قاعده عامه يا رجب, وده ممكن يبقى سؤال برضو في الميد تيرم او سؤال في اي طالما دايره الالكترونكس فيها اثنين سيريستور, يبقى واحد بياخد بلص عند الفا والثاني بياخد بلص عند الفا زائد باي. تمام. طالما أربعة سيرستور رجب, يبقى اثنين بياخدوا عند بلص عند ألفا واثنين بياخدوا بلص عند ألفا زائد باي. تمام. دوائر الإلكترونز ليها ستاندرد, يعني لو عندي سيرستور واحد بياخد بلص عند ألفا, عندي اثنين سيرستور يبقى واحد بياخد عند ألفا والثاني بياخد عند ألفا زائد باي, عندي أربعة سيرستور يبقى اثنين بياخدوا بلص عند ألفا واثنين بياخدوا بلص مع بعض عند ألفا زائد باي. وأنا قلت الكلام ده الأسبوع اللي فات يا رجب. تمام يا دكتور. تمام. الاي سيرستور هنا ليه قلت الاي افريج على 2؟ قول يا محمد يا علاء. محمد علاء. لنفس الاريا يا دكتور. بالظبط, انه الاريا هطلع فوق يا محمد اطار انا دلوقتي اهو. بص يا حبيبي اهو, بص لو بصيت على السيرستور اريا اللي تحت الكيرف هتلاقيها نص الاريا بتاعت الاي اوت,
فهنا مسموح لك انك انت تقول. ودايما النص الاريا ده يا محمد علاء بيتحقق امتى؟ لما الداتا تبقى فولي كنترولد. فولي كنترولد يعني كلها سيريس سورس. لو ضايد مش هينفع المساحه تضاير، لكن لو سيريس سورس المساحه كلها سايبه. هو في صوت ولا صوت راح عنده؟ الدكتور تقريبا الصوت قطع عنده. هو غالبا باشمهندسين معايا؟ باشمهندسين معاك دكتور. فهنا زي ما قلت من شويه لمحمد علاء بقول له امتى اقول نص الاي اوت؟ عايز ده نص الاي اوت. لا، لما تكون عندي الدايره فولي كنترول يعني كلها سيريستورز. فالسيريستور كلهم شغالين ايدنتيكال. السيريستور كلها شغاله مين؟ شغاله ايدنتيكال. تمام. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه ليه قلت نص الاي اوت هنا. طبعا الار ام اس بربع عادي جدا، مفيش مشكله. الاي اوت ار ام اس ما ينفعش اقول في اوت ار ام اس ناقص الاي باك على الار. انا جيت هنا فوق قلت الاي افريج بيساوي الفي افريج ناقص الاي على الار، عشان الاي دي انا بعتبرها قيمه افريج دي سي، والفي دي افريج، فافريج ناقص افريج عادي جدا. لكن تقول لي هنا ار ام اس ناقص افريج، لا، لازم الاي ار ام اس لازم اكمله، هو الجزء التربيعي لتكامل مربع. فكيت التربيع مربع الاول زائد مربع الثاني ناقص الاول في الثاني في 2، وكملت عادي جدا مفيش مشكله خالص في التكاملات. الاي سيريس الار ام اس بيساوي الاي اوت ار ام اس على جذر 2، على جذر 2. طالما الاريا نص، كل مره بكتبها لك، طالما الاريا نص الاريا يبقى الار ام اس علاقته ايه بالار ام اس؟ جذر 2. هنا الاي اس ار ام اس هو نفسه الاي اوت ار ام اس، عشان الاريا نفس الاريا بغض النظر كونها موجبه او سالبه، المواضيع كلها بتتكرر. تمام. وده الباور فاكتور عندي، البي اوت على الاس. الاس عباره عن في اس في الاي اس، والبي اوت عباره عن باور مفقوده في الريزيستنس وباور مفقوده في الاي في الباتريز. تمام. ودي ده اكزامبل، ده اكزامبل بالارقام اللي قدامك، ده اكزامبل بالارقام. فول ويف، فول ويف ريكتيفاير سيركت ار ال لود، ال ال از لارج تو بي ميك الاوتبوت كارنت كونستانت، يعني ال بلا نهايه، حيث الار عندي ب 10 اوم والسبلاي فولتج 220 فولت، حيث الترانسفورمر ريشيو من 1 ل 2 اند الفايرنج انجل 60 درجه. انت ماليش عندي غير ثلاثه داتا بس في اي مساله باور تونكس، وانا قلتها قبل كده، اي مساله باور تونكس ماليش غير عندي ثلاثه داتا بس. اول داتا الفولتج سبلاي قيمته قد ايه، تاني داتا اللود عندي قيمته قد ايه، تالت داتا الالفا عندي بتساوي ايه. الثلاثه دول بس في اي موضوع يخص الباور الكترونكس. انت مالكش عندي غير الثلاثه داتا دول بس، اللود قيمته قد ايه سواء ار او ال او ار ال، عرفه لك بالقيم بتاعته، وعرف لك قيمه الالفا، وعرف لك قيمه الفي سبلاي. غير كده لا، مفيش غير كده، مالكش غير عندي الثلاثه دول بس. تمام. ده اكزامبل خدناه قبل كده الاسبوع اللي فات، يعني الشرح ده خدناه الاسبوع اللي فات، بس ده اكزامبل بالارقام. ده اكزامبل بالارقام، خدنا الاكزامبل ده الاسبوع اللي فات بس ما كانش بالارقام اهو، انه سيريستور واحد بيشتغل وهيكمل سيريستور واحد شغل هنا، ال ال بما نهايه الطريق خط مستقيم، الاي سيريستور واحد هو الفتره اللي شغال فيها سيريستور واحد هو نفسه الاي اوت اهو، الاي اوت، والاي سيريستور 2 هو الاي اوت الفتره اللي شغال فيها سيريستور 2، والاي اس اهو اي سيريستور 1 ناقص اي سيريستور 2، والفي انا متكسر بالارقام اهي، 1 على 2 باي في 2 تكامل هيطلع ب 99.3. الاي افريج هو نفسه الاي اوت ار ام اس، بس ما فيش اي فاقول في ناقص الصفر على الار، عشان انا لما عرفت اللود هطلع فوق يا محمد يطار، انا لما عرفت اللود قلت ايه؟ قلت ال از لارج تو ميك الاوتبوت كرنت كونستانت، دي معناها ال بما لا نهايه، ار لود بتساوي 10، يبقى ما فيش عندك غير ار ال بما لا نهايه، ما فيش اي، الاي عندك مش موجوده. فلما اجيب الاي اوت افريج هنزل تحت اجيب قيمه الاي اوت افريج، هنزل تحت اجيب قيمه الاي اوت افريج، لما اجي اقول الاي اوت افريج بيساوي الاي ار ام اس في ناقص صفر على الار، واحنا قلنا ال ال بما لا نهايه بتلغي تاثير الاي وما بيظهرش تاثير الاي غير في حساب التيار فقط، المعلومه دي خدناها الاسبوع اللي فات. تمام. الاي سيريستور نص الاي اوت عشان نص المساحه، الاي سيريستور ار ام اس هو عباره عن الاي اوت على جذر 2. تمام. الاي اس كار ام اس هو نفسه الاي اوت ار ام اس، البيك ريفرس فولتج بيساوي 2 في 220 في جذر 2، وادي الباور فاكتور اس. الفي اوت ار ام اس بيساوي في اس ار ام اس عشان المساحه نفس المساحه، وخدنا الاكزامبل ده الاسبوع اللي فات،
بس النهارده عملناه بالارقام عشان الاريا بتساوي الاريا، ولو جيت تكملها لو جيت تكملها هتلاقيها هي هي 220. لو انت جيت تكملها من غير ما تحسب اهي، جيت اكملها هلاقيها في الاخر 220 طبعا. والفورم فاكتور للفولت والريبل فاكتور للفولت والفورم فاكتور للتيار والريبل فاكتور للتيار. دي المحاضره بتاعت مين؟ بتاعت النهارده. تمام، حد ليه اي سؤال؟ دكتور محمد حضرتك سامعني؟ سامعك عبد الرحمن. دكتور هو حضرتك الميد تيرم هتكون في مسائل ولا كونسبتس؟ معظمها هيكون كونسبتس. بص مبدئيا عبد الرحمن بص مبدئيا مصطفى هل هو صاحي معانا ولا نايم؟ مصطفى، مصطفى عادل، مصطفى عادل، مصطفى عادل هل هو صاحي ولا نايم؟ مصطفى عادل مش معانا. طب بص يا جماعه انا مع... انا عندي اقتراح كويس جدا، عندي اقتراح كويس جدا مع حضرتك. انا هتبرع لكم بوقت مع مني نراجع فيه من اول لاخر مراجعه ونشوف الاسئله بتيجي ازاي. لو انتوا عايزين لو موافقين على المبدا ده ردوا عليا بفوتنج او خلوا مصطفى يكلمني. قول يا حمد علاء، قول يا حمد علاء. انت ما بتحضرش يا حمد علاء؟ ما بتحضرش والله يا حمد علاء؟ هي بس محاضره امبارح والله النت كان فيه مشكله ما كنتش عارف اخطر خالص. يعني انا ناقصتك درجتين عشان كانت مشكله النت برضو يا علاء، يعني كده انت خدت درجتين ناقصتهم ظلمه كده. طب يا دكتور هو انا ليه يا دكتور ما امتحنش الماده دي يعني على الماتلاب مثلا؟ انهي الماده؟ باور الكتروني. انا ما عنديش مشكله خالص بس اللائحه ما بتقولش كده او الاكاديميه مش هتقول كده. هو يا دكتور يعني احنا اصلا يعني معظم تطبيقات الماده دي معلش انا يعني بعد ما اتخرج مثلا لو تخصصت باور الكترونكس يعني كل شغلي تقريبا على الماتلاب وكل اللي هطلع الاي ام الاي ار ام اس واللاب في اوت والحاجات دي كلها يعني مش هحتاج اشتغل بورقه وقلم اني اشتغل ماتلاب اسهل لي. انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله خالص يعني انت بتحن على الماتلاب ما عنديش مشكله، بس هي اللائحه الماده مش نازله انك تفتحي الكمبيوتر خالص. انا ما عنديش مشكله انك انت هتبقى الماده اسهل بكتير، هتبقى الماده افهم لك بكتير، هتبقى الماده مش محتاجه مذاكره، هتبقى بس بجاست انك انت بترسم دوائر وبتشوف النواتج شكلها ازاي، هتبقى المادة أبسط ليك بكتير طبعا. تبقى المادة بدل ما هي صعبة 100% تبقى سهلة بنسبة 200%. أنا ما عنديش مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة، أهم حاجة عندك توصل لك المعلومة بأي طريقة إن شاء الله. الناس كلها تجيب امتيازات وتحل وما فيش مشكلة عندي، إن الطلبة كلها بتطبع المتلاوة وبترسم وتشوف الويفز عندها من غير ما تعمل أي مجهود. ماشي ما عنديش مشكلة، بس اللائحة ما بتقولش إن المادة بتاعها كمبيوتر. مبدئيا عشان بس الوقت دكتور وليد، مبدئيا أنتوا لو عايزين مبدئيا لو عايزين محاضره في الباور ترانس عشان الباور ترانس وسعت شويه او الماشين ما عنديش مشكله في الماشين، لو عايزين محاضره نبدا من الاول يعني احنا خدنا مثلا 6 محاضرات او 7 محاضرات، المحاضره دي ودي 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 نعمل لها ريفريشمنت كده في ساعتين او 3 ساعات كريفيجن وتبقى متسجله برضو. تمام، ونشوف زي ما قلت النهارده. يعني النهارده انا بقول لك ممكن يجي لك سؤال، ممكن يجي لك سؤال، فاحنا في المراجعه دي ممكن الحته دي تزيد قوي. انا السؤال ده ممكن تسالك هنا ازاي، طب هنا ممكن اسالك اقول لك ايه، طب ممكن هنا مش مكتوبه الحته دي فانت لازم تعرفها عشان ممكن تجيلك في الامتحان. لو عايزين حاجه زي كده انا معاك وانا مستعد. انا طالما الموضوع انه في اريحيه في توصيل المعلومه ما عنديش مشكله خالص خالص، رغم ان انا يعني مشغول شويه بس عادي هفضي نفسي، فهتبقى افضل واحسن بكتير بحيث انك انت قدامي تبقى اولا عملت ريفيجن، عملت فريش من المعلومات اللي في دماغك، عرفت طريقه السؤال بيجي لك ازاي. تمام يا دكتور، انا بحل لطيف والله. طب شوف حددوا بس يعني نشوف حددوا ولا حاجه بالظبط كده. بالظبط بالظبط بالظبط، اعملوا فوتنج كده وقولوا لي عايزين المحاضره الريفيجن دي الساعه كام، بس هتبقى ممتدة يعني هبدأ ومع نفسنا لحد ما نخلص، هتبقى مش مرتبطة بطايم ساعة نص ساعة ساعتين ساعتين ونص ثلاث ساعات، بحيث ان احنا نخلص المنهج كله من اول محاضرة لاخر محاضرة. يبقى عملنا حققنا فيها ثلاث حاجات، عرفنا طبيعة السؤال بيجي ازاي، عرفنا عملنا ريفريشمنت للمعلومات القديمة والجديدة، وعملنا برضو ريفيجن لمنا المنهج كله. دكتور اتفضل يا انس.
اخدنا لحد دلوقتي كميه كبيره جدا في المنهج، ولسه في بعض المتر ومش عارفين نظام المحاضرات هيكون عامل ازاي في نظام. طب ما عشان كده بقول لك المحاضرات الفيصليه اللي هي بقول لك عليها دي هتبقى حتى كل 6 محاضرات نعمل محاضره ريفيجن عليهم. احنا لسه هناخد 6 محاضرات تانيين مش اقصد يعني الكميه، بس انا عايزين مش ناخد كميه كبيره كده يعني، كفايه اللي احنا اخدناه ممكن اللي جاي بعد كده يكون محاضره واثنين كفايه بعد الترم، عشان صراحه الكميه بقت كبيره جدا. انا سواء الدكتور بيقول يعني يعمل على الريفيجن على الحاجات اللي عدت يعني، يعني مش هيزود جديد. فاهم؟ لا لا انا بتكلم في الشرح اللي جاي بعد كده بعد العيد، انا بتكلم على الكميه اللي هناخدها تاني بعد العيد. بس غالبا الدكتور مش سامع. باشمهندس دكتور، طب انا بتكلم في الكميه الكبيره اللي اتشرحت ولا حد